الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مدير مطار السليماني الدولي هاندروند هيوا إن رحلات الطيران من السليمانية إلى دول حول العالم مستمرة ما عدا الخطوط التركية الجوية. وبخصوص الرحلات الجوية إلى تركيا، أوضح مدير مطار السليمانية أنه لا يوجد قرار جديد، وتم تعليق الرحلات الجوية إلى تركيا والذي نجم عنه خفض 105 رحلات جوية شهريا، ما يعني انخفاض 35-40% من رحلات المطار. هذا وكانت أنقرة قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى السليمانية منذ شهر نيسان الماضي رداً على العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وميليشيا قسد المصنفة إرهابياً على القوائم التركية. استبعدت اللجنة المالية النيابية التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية في جلسة البرلمان المقرر عقدها الأسبوع المقبل. وقال عضو اللجنة مصطفى القراوي إن اجتماعات تجري في محاولة لإنهاء الخلافات بشأن بعض التفصيلات بالموازنة، ومنها إجراء المناقلات بين أبوابها لصالح حصص المحافظات. وأضاف القراوي أن الموازنة بحاجة إلى 48 ساعة على الأقل قبل طرحها للتصويت في البرلمان، ولا يتوقع تحقق ذلك في جلسة يوم السبت. صوتت اللجنة المالية النيابية على إلزام كردستان العراق بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما رفض نواب في كتلة الحزب الديمقراطي التعليق على القرار. وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند قد كشف عن تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بكردستان العراق في قانون الموازنة تخص تسليمه النفط، وكانت سلطات أربيل قد أعلنت الأربعاء الماضي عن رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية لكردستان العراق. كشف مختصون اقتصاديون عن وجود تحديات واعتراضات مبنية على أسس سياسية وليس اقتصادية على الموازنة العامة التي من المنتظر إقرارها في العراق. ونقلت وسائل الإعلام عن المختصين قولهم إن السندات العراقية في الخزينة الأمريكية قد زادت الشهر الماضي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار، منبهين إلى أن أزمة سقف الديون التي تمر بها أمريكا من المحتمل أن تؤثر على الواقع الاقتصادي العراقي. وضعت وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة السلبية تمهيداً لخفض محتمل لتصنيفها. وبحسب خبراء في الوكالة الدولية المختصة بالتصنيف الائتماني، فقد يؤثر خفض التصنيف الائتماني على تسعير أدوات دين الخزانة الأمريكية التي تقدر بتريليونات الدولارات، وهو ما يمكن أن يزيد من المخاطر الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وذلك مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.